نستكمل برضو مع حضراتكم ونروح لمعسكر الاهلي في اسكندريه، طبعا استعدادا لمباراه السوبر المصري امام طلائع الجيش. ده هيكون مساء يوم الثلاث اللي جاي على ملعب برج العرب اسكندريه. بنتكلم عن مباراه مهمه، اكيد مباراه مهمه جدا على لقب هنا بطوله السوبر المصري. والفريق كان خاض مباراه وديه زي ما احنا تابعنا الخميس اللي فات امام المقاولون العرب، كان على ملعب التتش بالجزيره، وانتهت بفوز الاهلي بهدف وقتها نظيف سجله حسين الشحات، حرس كمان الجهاز الفني للاهلي على الاطمئنان على جاهزيه اللعيبه خلال مباراه المقاولون. ودي تاني تعتبر المباريات الوديه للفريق ده عقب خوض مباراه بتروجيت اللي اقيمت برده الاثنين اللي فات وانتهت بالتعادل السلبي.